أكيد إحنا متعبين للقاء المنتخب السعودي مباراة بكرة، يعني المباراة حتكون قوية بالنسبة لنا ولهم، لأنه المنتخب السعودي جاي أكيد بده ينافس على ياخذ ثلاث نقاط لأنه فاز بالمباراة الأولى. إحنا أكيد مستعدين لهذا اللقاء، خاصة إنه تأثرنا في المباراة الأولى اللي تعادل، لكن إن شاء الله غدا إن شاء الله راح نعوض ونكون على أتم الاستعداد لقاء المنتخب السعودي ونأدي الأداء المطلوب منا. إن شاء الله بكون من نصيبنا ثلاث نقاط إن شاء الله. احيانا الاشياء السلبيه اللي تتوجه للاعب ممكن تنزله، خاصه في مباريات زي هيك ضد السعوديه، لكن انا الحمد لله ما تاثرت، بالعكس اخذتها من ناحيه ايجابيه. نفس ما حكى الكابتن حسين انه احنا ما طلعنا من برا البطوله، هاي اول مباراه خارج ارضنا، تعادلنا تعادل، وان شاء الله هاي النقطه هي اللي راح توصلنا لكاس العالم ان شاء الله. انا بنظري انه هذا التعادل يعني اجى بوقت، يعني بنهاية المباراة، إنه هذا أعطانا الأمل إنه نصحى من المباراة الأولى اللي دخلناها وما كنا بالمستوى المطلوب. ممكن نحكي إنه أرضية الملعب برضه كانت عامل سيء جدا بالنسبة لنا، لكن برجع أحكي لك إنه إن شاء الله مباراة بكرة راح نغير رأي الجمهور كمنتخب، لأنه المنتخب مش بس موسى، المنتخب هو اسمه منتخب وطني. إذا تعادل أو خسر أو فاز كلياتنا، يعني كلنا بالفوز وكلنا بالخساره مع بعض، ما في لاعب واحد هو الاعلى من المنتخب، كلنا واحد. موسى فكرة كان كويس، المنتخب كان كويس، كلنا واحد. لو خسرنا، لو تعادلنا، لو فزنا، كلياتنا واحد، ما في واحد اعلى من المنتخب. اول شيء احنا ما في عندنا اي شيء سلبي، واي شيء انتم جبتوا كلنا اياه على عيننا وراسنا، راح نسمع منكم كل شيء. بس انا حكى الكابتن لو في لاعب ثاني زي يزن العربي عمل نفس الغلط في دوري وفي منتخب ثاني، ما راح يكون عقاب المدير الفني اللي هو يزن العرب طول عمره لاعب اساسي في منتخبنا، حيطلع لاعب اساسي. وهذا الغلط اللي عمله كلنا عارفين انه اي لاعب ممكن يتعرض له، بس مش ضروري انه الكابتن يبعده عن المنتخب. يزن العرب لاعب اساسي، وبالنسبه للي حكى عن سالم من افضل لاعبين طاجكستان، ولو ترجع للمباراه راح تعرفوا انه كان سالم من افضل لاعبين طاجكستان. فما نيجي هون عندنا بكره مباراه مهمه، نيجي نحط كل الاشياء السلبيه اللي خارج الملعب نحطها هون، على ما اخذ يعني مدرب فني ولاعبين كلهم راح يسمعوا هاي الاعلام اللي صار اليوم. انا مثل ما حكى الكابتن انه بكره مباراه مهمه، عارفين انه بكره مباراه مهمه، مش منزلين على المباراه عشان نخسر او نسوي مثل مباراه طاجكستان. احنا من ثاني يوم، مش من ثاني يوم، بعد المباراه الكابتن حسين اجى اجتمع فينا بعد المباراه، حكى انه هاي مش نهاية البطولة، عادي تعادل صار من نصيبنا انه نتعادل، ولو فزنا، لو فزنا ما راح تكونوا انتم اصلا مبسوطين على الاداء، واحنا عارفين وكلكم عارفين ما راح تكونوا مبسوطين على الاداء لو فزنا. فبكره مباراة مهمة، فننسى الاشياء السلبية اعلاميا وجمهوريا، وبتمنى بكره من الجمهور يكون حاضر في المباراة يدعمنا، لان المباراة هاي مهمة بالنسبة لنا. ان شاء الله ما بنقصر مباراة بكره وبناخذ الثلاث نقاط ان شاء الله. ان شاء الله. بس يعطيك العافيه. معلش بس سمح لي، يعني لانه بشكل مهم الاردن دائما هي الفئه الثانيه لفلسطين، دائما موسى بتعمله ويكتم الاردن انها مواقف مشتركه، بهمنا بمحكم صحه هيك نسمع راي الكابتن ورسالته الى غزه وما يكتب في غزه كباقي نجوم العالم. غزة بالقلب، يعني لو شو ما حكينا راح نكون مقصرين. غزة معانا دائما وابدا، وان شاء الله دعائنا وقلوبنا معهم ان شاء الله، ربنا ينصرهم ان شاء الله. يعطيك العافية.